تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس، وخصوصا خلال الأيام القليلة القادمة شاملة الويكند. معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم، أستاذ نهاوند، وكل السادة المشاهدين، أهلا بيكم. أهلا بيكي يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك بقى بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأيام اللي جاية، هل في فرصة لسقوط أمطار؟ هل في فرصة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؟ يعني هو احنا نقول درجات الحراره خلال الايام القادمه هتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، هتتراوح ما بين ال 27 وال 28 درجه مئويه على القاهره الكبرى. وهي دي معدلات طبيعيه للوقت ده من السنه كما تعودنا، ولا برضو الوضع ده اتغير؟ لا، دي تعتبر المعدلات الطبيعيه، يعني هي مش اعلى من المعدلات ولا اقل من المعدلات. ممكن في بعض العوامل زي تكاثر السحب اللي بتحد من تاثير اشعه الشمس يخلينا احيانا نحس ان هي اقل من المعدل، لكن ده المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام. السواحل الشماليه بتتراوح ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه، يمكن كل ما اتجهنا جنوبا كل ما درجات الحراره ارتفعت هتكون اعلى، يعني شمال الصعيد بتكون ما بين ال 28 ال 29 درجه مئويه، جنوب الصعيد بتوصل ل 31 درجه مئويه. تعتبر المعدلات الطبيعيه الطقس فتره النهار من مائل الحراره، المعتدل الحراره فتره النهار. فترات الليل بالفعل درجات الحراره بدات تنخفض بشكل ملحوظ، خاصه الساعات المتاخره من الليل بالصباح الباكر بدات درجات الحراره تتراوح ما بين ال 20 وال 19 درجه مئويه، احيانا بتوصل لل 18 درجه مئويه على القاهره الكبرى. فبدانا فترات الليل نحس بالاجواء المائله للبروده على اغلب انحاء الجمهوريه. طبعا بالنسبه للامطار، يمكن فرص سقوط الامطار اليوم خفيفه، مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، لكن غدا وبعد غدا متوقع ان احنا كميات الامطار هتزيد تبدا تتقدم للمناطق الداخليه، قد تصل كمان للقاهره الكبرى، لان احنا بنتكلم في امطار يعني خفيفه متوسطه ورعديه على محافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه. هتمتد الامطار كمان خلال فترات المساء للقاهره الكبرى، ده يوم الثلاث والاربع. مع يوم الخميس كميات الامطار هتكون اقل ان شاء الله، ونستمر في الاجواء الخريفيه المستقره باذن الله. طيب، يعني ويك اند معتدل نقدر نقول، عشان لو حد حابب برضو يسافر او غيره، حضرتك بتقول لنا ان برضو الطرق يعني مش هيبقى فيها مشاكل، مش هيبقى فيه مثلا شبوره او حاجات زي كده. لا، الشبوره خلال الايام القادمه ان شاء الله تاثيرها مش هيكون كبير، زي ما قلنا الثلاث والاربع بس تاثير الامطار هو اللي هيكون على اغلب الطرق، ده ممكن ياثر على اغلب الطرق. عشان كده احنا دايما مع سقوط الامطار تحديدا لازم ناكد على القياده بهدوء تام، لان مع سقوط الامطار ممكن يؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه او انزلاق العجلات على الطريق. فمهم جدا ناخد بالنا من سقوط الامطار خاصه في المحافظات المعنيه بسقوط الامطار بشكل كبير. مع نهايه الاسبوع زي ما قلنا كميات الامطار هتبقى اقل ان شاء الله، مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه في المناطق الساحليه او حتى القاهره الكبرى. كويس جدا، اشكرك جدا دكتور منار، شكرا ليكي.